استاذ نبيل عبد النعيم المخرج. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا استاذنا؟ مساء الخير، وحشتوني. النهارده عندنا حلقه حلوه قوي قوي قوي. عندنا فرح النجم الشاعر الكبير والسيناريست مدحت العدل. الكاميرا الخفيه يعني ابراهيم نصر يا جماعه. عندنا فقره مثيره للجدل مع النجم عمر الشريف. ايه العقليه اللي خلي واحد يتولد ويقول لك انا زملكاوي؟ ليه زملكاوي؟ ليه ما تبقاش اهلاوي زي بقيه العالم؟ ليه؟ الحلقه هتعجبكم، يلا نتفرج. محدش يقدر ينسى همام في امستردام، امريكا شيكابيكا، اشاره مرور، ايس كريم في جليم، الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل، العريس مدحت العدل والدكتوره هدى. فرحهم بقى كان ليله حب، ما كانش مجرد فرح. طبعا ما هي عيله كل الدنيا بتحبها. الله يرحم الفنان العظيم سامي العدل. تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة. حتى حصل موقف طريف اثناء احتفالكم بليله العمر في الفرح نفسه؟ لا، احنا كان فرحنا يعني يعتبر حفله اكتر منه فرح، لان طبعا انا كنت في الوسط الفني بس مش بشكل قوي في الفتره دي، لكن سامي العدل اللي هو اخويا طبعا راجل مجامل جدا، فكل الناس جت تجامله، فكان في الفرح في يعني مش عايز اقول لك كل فنانين مصر كانوا موجودين، وحصلت مفاجاه لذيذه قوي في الفرح. فنانة شريهان كانت معزومة، وفوجئنا واحنا قاعدين في الكوشة ان في تورتة داخلة كبيرة قوي 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 قوي، واتفتحت وطلعت من وسطها شريهان، فكانت مفاجأة لنا وللناس طبعا اللي قاعدين يعني. وكانت طبعا كومبليمون جميل من فنانة يعني لطيفة قوي زي شريهان انها تجاملنا بالشكل ده، وما هتلاقي المنتصر بالله بيغني والدنيا كلها بتغني يعني. واشترك فيه طبعا علي الحجار وإيمان بحر درويش ودينا وسمير صبري وناس كتير قوي كانوا في الفرح يعني. بطل الفقرة دي راجل هو اللي حببنا في الكاميرا الخفية. مين ينسى زكية زكريا؟ مين ينسى اوعى الجمبري يعضك؟ الراجل ده كان بيتعب قوي 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 قوي، وانا شاهد في سنة من السنين انه كان بيقعد يعمل مكياج 7 ساعات. انت لسه مش هكتر في والله يعني
الله. طب انت ايه اللي هذا؟ بس بيع اديك وشك بالعرب طوالي. ايه ده انت اتجننت ولا ايه؟ متعرفش انا مين؟ انت ممكن يكون بقى كده بشويه شيطان شويه. الفقرة اللي هنشوفها دلوقتي على مسؤولية صاحبها الله يرحمه النجم عمر الشريف. هو بيتكلم في الأول عن صداقته بالمايسترو صالح سليم، مش هي دي المشكلة. المشكلة إنه لخبط في الكلام عن الزمالك والزملكاوية. حضرتك بتحب الكورة؟ بموت في الكورة، أنا كنت لعيب كورة. أنا كان صالح سليم الله يرحمه كان أعز أصدقاء من زي أحمد رمزي. كنا إحنا ثلاثي. أنا ورمزي وصالح سليم الله يرحمه ومراتاتهم ومراتي، كنا نسهر كل يوم إحنا الستة، ثلاث رجالة وثلاث ستات، ونلعب ألعاب كده في البيت. يعني إيه اللي نقول مثلا نمثل اسم فيلم، الرجالة ضد الستات دايما كده، وكنا إحنا بنغش بقى، عندنا حركات كده وعاملين حساباتنا نعمل حاجات نفهم الحركة اللي بعملها دي معناها إيه. بس فكنا أصحاب قوي، ولعبت كورة، لعبت كورة كويس، وعرفت كل لعبة الكورة، وكانوا بيتفرجوا علينا في المدرسة وإحنا بنلعب، كنا بنلعب كويس. وبس بس على طول أنا اشتغلت في السينما وأنا عندي 21 سنة. لما اشتغلت ابتديت بقى أشرب سجاير وحاجات من دي، فطبعا ما بقتش قادر ألعب، يعني نفسي كان بيتقطع. بس لسه مشاهد جيد لمباراة. أهلاوي ولا زملكاوي؟ لا أهلاوي. بقول لك صالح سليم تقولي لي زملكاوي؟ حرام عليك. أنا عايز أفهم إيه العقلية اللي خلي واحد يتولد ويقول لك أنا زملكاوي؟ ليه؟ زملكاوي ليه؟ ما تبقاش أهلاوي زي بقية العالم ليه؟ حاجة نظيفة كده، حاجة حلوة كده، حمرا حلوة القميص. أنا أهلاوي 100%، اسمي الحقيقي صلحاوي. صلحاوي. الناس يقولوا لي أنت صلحاوي مش أهلاوي. مش أهلاوي. عشان بحب صالح سليم وحبيته طول عمري، كان صاحبي، ما كانش ممكن أكون أي حاجة غير كده. علاقته بأبويا كانوا صحاب جدا. كانوا بيخرجوا مع بعض ويسهروا مع بعض، كانوا على طول سوا هو وأبويا ومدام فاتن وأمي، وهو فعلا صلحاوي يعني يقول لك أنا بحب الأهلي عشان صالح. الحلقة خلصت. بكرة يوم جديد كله خير وستر وصحة بإذن الله. سلام عليكم.